هاي جايز، كيفكن؟ Welcome to another Faithful Kids Service. أهلا وسهلا فيكن باجتماع Faithful Kids مرة جديدة. نحن اليوم كثير مبسوطين أن نكون معكم. We're so happy to be with you today. رح نبلش يوم مع تسبيح والتنين. We're gonna start with worship. Okay, let's start. وكان جمعتكم حلوة وما كان عندكم كتير درس، لحقتوا تعملوا الكرافت اللي مسوها عطيتنا اياها هداك الاحد؟ اذا ما لحقتوا اتسكي، اليوم عنا كرافت جديدة هلأ باخر القصة بفرجيكم اياها ونعملها سوا هالجمعة. اذا بتتذكروا معي احد الماضي حكينا عن قيامة يسوع من القبر، واصحابنا بالكنيسة عملونا تمثيلية كتير حلوة مهضومة فرجتنا هيدا القصة. وبتتذكروا بس ان يسوع كان القبر فاضي لمين ظهر بالتمثيلية؟ يس، لمريم. ولمين كمان ظهر غير مريم؟ للتلاميذ. برافو، بتتذكروا كتير منيح. سو يسوع ظهر لمريم والتلاميذ، بس ان يسوع من الموت مش دغري طلع على السما، ضل على الارض 40 يوم. بس هو ظهر مش بس لمريم والتلاميذ، ظهر كذا مرة بالكتاب المقدس مذكور 11 مرة ظهر فيها يسوع من بعد ما قام. هلا هو عمل كتير عجيب واشياء تانية من بعد ما قام، بس مش كلها انذكرت بالكتاب المقدس، لانه اذا بده ينكتب كل شيء عن يسوع ما بيساع، بيكون عنا كتاب كتير كبير ما فينا نقراه، ما بيخلص. فبس نذكروا هيدول الحوادث، ورح شارك معكم اليوم لمين كمان ظهر. رح نكمل عن قيامة يسوع. كان في تلميذين رايحين على طريقهم على عمواس، وهيدي القصة موجودة بلوقا، انجيل لوقا 24 من العدد 13. إذا بدكم تكتبوا عندكم وبعدين تقروها مع أهلكم بالبيت باللغة اللي بترتاحوا فيها، إذا عربي أو إنجليش. أنا هلأ ما رح أقرأ لكم إياها، رح خبركم شو صار. أوكي، كتبوا عندكم لوقا 24-13. هول التلميذين كانوا ماشيين على طريقهم رايحين على بيتهم على عمواس، وهي طريق كتير طويلة. فظهر يسوع وصار يمشي حدهم. هلأ هن ما عرفوه وقت يسوع كان عم يظهر لتلاميذه من بعد ما قام، بالاول ما كانوا يعرفوه، بعدين صاروا يعرفوه، وبس يعرفوا انه هذا يسوع كان دغري يروح ويختفي. فمشي حدهم
وهن كانوا قاعدين عم يتسايروا بين بعض. قال لهم عن شو عم تحكوا؟ خبروني ليه هيك زعلانين؟ شو شغلكم بالكم؟ شو في؟ طلعوا هيك فيه قالوا له انه ما بتعرف؟ ما بتعرف شو صار؟ انت مش من اورشليم؟ في قصة طنت ورنت الدنيا، معقولة مش سامع فيها؟ قال لهم لا خبروني. عمل حاله يسوع مش عارف. فقالوا له يسوع من الناصرة، كان نبي وزلمة كتير بجنن، كان يعمل منيح مع الناس وعجايب، كنا كتير نحبه. بس رؤساء الكهنة قتلوه، صلبوه ومات يسوع. وهي القصة اللي عم نخبرك اياها صار لها 3 ايام. باليوم الثالث راحوا المريمات على القبر ليشوفوا يسوع، ما لقوا، لقوا القبر مفتوح وفاضي ما في شيء جوا. وراحوا ليخبروا التلاميذ يقولوا لنا انه يسوع منه هنيك، قام. كمان راحوا للتلاميذ وشافوا نفس الشيء، الكلام مزبوط، القبر فاضي، يسوع مش هنيك. قال لهم يسوع ايه اكيد، شو بكون ما بتعرفوا؟ ما بتعرفوا الانبياء شو كتبوا؟ وصار يسوع يخبرهم عن الكتاب المقدس من العهد القديم شو كتبوا الانبياء عن يسوع، عن هو بده يجي ويموت على الصليب ويقوم. صار يخبرهم كل هالنبوات ويحكوا على الطريق لحد ما وصلوا على عمواس. بس وصلوا على البيت هدول التلميذان بده يفوتوا يتعشوا، يسوع عمل حاله انه هو رايح على محل بعد ابعد، حسسهم انه هو بعد عنده مشوار طويل. فقالوا له ليه ما بتوقف تاكل معنا؟ ففات يسوع لعندهم وقعدوا لياكلوا، مسك يسوع الخبز وكسر وعطاهم. بس كسر يسوع الخبز ليعطيهم، هن مثل كأنه كانوا معميين، فجأة تفتحت عيونهم وعرفوا ايه هيدا يسوع. بس كسر الخبز هيك مثل كأنه اجاهم الهم انه عرفوا انه هيدا يسوع. بس عرفوا هيك عم يتطلعوا مبسوطين، اختفى، راح يسوع. فراحوا مبسوطين، ركضوا يخبروا يسوع شفناه، ظهرنا، اجى لعنا. وكمان يسوع ظهر للتلاميذ وقت كانوا كلهم مجتمعين مع بعض. هلا في كذا مره مذكور بالكتاب المقدس انه ظهر للتلاميذ هن مجتمعين. اول مره توما ما كان معهم، بس اجى وكانوا عم يخبروا التلاميذ انه يسوع ظهرنا، ما صدق توما. فرجع يسوع ظهر مره ثانيه، وهي القصه مكتوبه بانجيل يوحنا 20. كمان اذا بدكم تكتبوا عندكم يوحنا 20 عدد 26، اوكي، يوحنا 20:26 بتقول بعد 8 ايام ظهر ليسوع للتلاميذ، هن كانوا قاعدين باوضه ومسكرين الابواب، ظهر يسوع وكان توما هالمره معه. ويسوع قال له لتوما اعطيني ايديك، خليه يدس محل المسامير بايدين يسوع ومحل الحرب بجنبه. فتوما ما بيصدق، مثل نحن ايام بدنا ننقر الشغله لنصدقها، ما هيك؟ نقول انا ما شفت وما سمعت ما بصدق، بدي اشوفها بدي ادق فيها. نفس الشيء توما، يسوع مسك له ايديه تيصدق وخليه يلمس جسد يسوع. بس بتعرفوا شو يسوع قال له؟ قال له انه انت لانك شفتني امنت، بس طوبى يعني نياله اللي بيامن وهو ما شافني، يعني مثلنا نحن. نحن ما شفنا يسوع، ما كنا بايامهم، ما هيك؟ نحن بنعرف من الكتاب المقدس ومنآمن انه يسوع قام من الموت. فنيالنا نحن انه منآمن وما منشوف، نيالك انت، نيالكم كلكم اذا انتم بتآمنوا انه يسوع قام من الموت. ويسوع ظهر مره ثانيه كمان للتلاميذ وكانوا هن بالبحيره. هالقصه كثير حلوه لانه يسوع بيصير عنده حديث بينه وبين بطرس. بتتذكروا بطرس شو عمل وقت الصلب؟ برافو، يس، نكروا ليسوع كم مرة؟ 3 مرات، برافو. نكروا ليسوع 3 مرات وقت كانوا هن لقطوا يسوع وبدهم يصلبوه. وهون بهيدي الحادثة هن بالبحيرة بالسفينة كانوا بدهم يتصيدوا سمك ليتغدوا، ويسوع ظهر على المي. هن ما عرفوا، عم بيطلعوا من بعيد، ما شافوا، ما انتبهوا. بس يسوع قال لهم شو بكون عم بتكبوا هون؟ ما في سمك، كبوا تاني ميل الشكة بيطلع لكم سمك. بس قال هاي الجملة يسوع شو صار؟ عرفوا انه هيدا هو يسوع، لانه كان يحكيهم هيك نفس الشيء وقتها كان معهم. فبرم تلميذ من تلميذ اللي بحبوا ليسوع كتير وقال له لبطرس هيدا هو الرب. فبطرس بس قال عرف هيدا الرب، استحى،
خجل من حاله لانه هو كان نكر وقت الصليب، ما عرف وين تخبي وجهه، لبس ثياب وكب حاله بالماي، كثير خجلان كان من حاله. بس بعدين يسوع قرب لعندهم وهن قربوا على الشط، جابوا هالسمك وقعدوا ليتغدوا مع بعض. وهن عم بياكلوا يسوع سأله لبطرس 3 مرات كمان، قال له بتحبني يا بطرس؟ قال له نعم يا رب. رجع سأله مرة تانية ومرة تالتة، لأنه هو نكره 3 مرات، يسوع سأله 3 مرات إذا أنت بتحبني، وبطرس قال له نعم يا رب أنا بحبك بحبك. قال له إذا بتحبني شو بدك تعمل؟ ارعى غنمي. بتعرف شو يعني ارعى غنمي؟ قال له يسوع يعني اهتم بالناس، مثل كيف الراعي بيهتم بالخواريف، انت بدك تهتم بهالناس ترعاهم، لانه انا مش باقي معكم، انا رايح، فانت روح خبر عني، اهتم بالناس، علمهم كيف طريق يسوع، كيف منعيش. ونحن كمان اذا بنحب يسوع مثل ما بطرس قال له انا بحبك، لازم نحن نسمع كلام يسوع ونروح نهتم بغيرنا كمان، نطيعه بس يقلنا شيء. واخر مره ظهر فيها يسوع هي موجوده بلوقا 24، ظهر لهم وقال لهم انه لازم تروحوا وتخبروا كل الناس انه انا جيت ومت كرمالهم وانا بحبهم كثير وانا قمت. انا رايح بس رح ابعت روحي القدوس، هو رح يعطيكم القوه، هو رح يكون معكم، انا مش ترككم. فيسوع بس طلع على السما، مش طلع وتركنا، بعثنا روحه القدس تيسكن فينا ويكون معنا. وهو عم يحكيهم هيك صار يطلع يسوع شوي شوي وفجأة اختفى عنهم. فهن راحوا كانوا كتير مبسوطين وراحوا على الطريق وضلوا ناطرين بأورشليم مثل ما قال لهم يسوع، قال لهم ضلكم ناطرين بأورشليم حتى يحل عليكم الروح القدس، بعدين بتروحوا بتصيروا بتخبروا الناس كلها. فنحن دورنا نروح نخبر الناس كلها عن محبة الله. فأنا بدي أعطيكم تحدي هالجمعة، بدي أتحديكم أنه تشاركوا محبة الله مع غيركم. بعرف نحن قاعدين بالبيت وحجر صحي وما فينا نطلع، ما فينا نشوف غيرنا، بس عنا الانترنت، عنا فيسبوك، عنا الواتساب، عنا كل السوشيال ميديا، نقدر نفرجي محبة الله لغيرنا. نقدر نبعث فيديو، نقدر نبعث فويس أو صورة أو شي جملة تكست، نحكي كلام حلو مع غيرنا، نبعث لهم ابتسامة، نطمن عنهم. فدورنا نشارك محبة الله مع غيرنا. أوكي؟ ردي لها تشالنج؟ بدي اياكم تشاركونا على الرقم اللي على الواتساب اللي دايما بيبعث لكم انه تحضروا نهار الاحد، شاركونا اختباراتكم، كيف انتم شاركتوا محبه الله مع غيركم، مع اصحابكم او مع عائلتكم. فيكم تبعتوا لنا فيديو او فيكم تبعتوا لنا تكست او فويس، ناطرين نسمع اخباركم الحلوه. اوكي، وهلا رح نروح لنعمل الكرافت. هاي، سو هلا اجى وقت الكرافت. اوكي، اذا عمركم تحت ال10 سنين فيكم تعملوا معنا هالكرافت اذا حبيتوها. وهي عن القصة اللي سمعناها اليوم، ان يسوع طلع على السما بالاخير وقالنا انه انا دايما معكم. اوكي، سو انا هيدي الايه انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، او بالانجلش I am with you always till the end of times. اوكي، كتبتها انا على كرتونة، وانا ما عندي برينتر سو ما قدرت اطبع صورة يسوع، فرسمتها انا بايدي، بتجيبوا ورقة وبترسموا وبتلونوا وبتقصوها. سو اهم شيء يكون عندكم مقاس، قلم، الجلو، وهيدي الكرافت بدها قطن. اوكي، سو اذا عندكم قطن اعملوهم هيك مثل دوائرات حتى يبينوا كانه هن غيوم. اوكي، وبدكم خيط او حبل او حيلا شيء رفيع، كمان قصوا منه كذا شقفه صغيره. اوكي، ومنجيب كبايه كرتون، اوكي مش بلاستيك، كرتون تيلزق عليها الجلو، ومنفختها بالبانشر للكبايه من تحت ونفختها من فوق كمان. انا فختها بالمقص. هلا اذا ما عندكم بانشر فيكم تفختوها بوسيله تانية، قالكم فيهم يساعدوكم، او بالمقص بتقدروا تفختوها. اوكي، وحفرجيكم حتى نستفيد من وقتنا كيف تطلع. وهي فيكم تعلقوها بالاوضه ودائما تتذكروا انا دائما معكم حتى اخر الايام. حطيت الايه هون، هيدا يسوع رسمته. سو انا علقت كل حبل بقلب الهولز اللي فخدته، علقت الحبل وعلقت شوية غيوم هون، وهلأ رح كمل أنا ومعكم. بنحط جلو، أوكي، بترجعوا بتلزقوا القطنة هون وبتعبوها قد ما بتكون حتى تبين كأنه هيدي الغيمة السما وهيدا يسوع طالع على السما وهي بتتعلق. أوكي،